السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو أحبائي إخواني أخواتي. اليوم إن شاء الله هذا الفيديو سوف يكون مفيد للكثيرين، سواء وهو خاص بالمهاجرين الجدد الراغبين في الهجرة لكندا، وكذلك بالنسبة للأشخاص الذين هم قيد الإجراءات الخاصة بالهجرة لكندا. اليوم سوف نتحدث إن شاء الله عن كيفية تأكيد طلب الإقامة الدائمة في المطار بكندا للمهاجرين، أو يعني la confirmation de la résidence permanente أو confirmation of PR permanent residency في كندا. إذن كما تعلمون الإقامة الدائمة في كندا تمر عبر عدة مراحل، يعني هناك إجراءات طويلة وروتينية في أحيانا كالمرور عبر الدخول السريع Express Entry أو من بروجي كيباك، أو لاحقا Declaration d'Entry Declaration of Interest. إذا كل هذه الإجراءات تنتهي وتصب في الحصول على الفيزا، فيزا المهاجر. وقمت بتصوير فيزا الخاصة بي أنا شخصيا، هذه فيزا المهاجر. فيزا المهاجر مدة صلاحيتها تكون بسنة ابتداء من تاريخ اجتياز المقابلة الطبية أو الفحص الطبي. أنا شخصيا اجتزت المقابلة الطبية يعني في على ما أعتقد في شهر مايو 2016، وكما تلاحظون هنا في مايو 2017 تاريخ انتهاء صلاحية الفيزا، يعني أي قبل هذا التاريخ يجب أن أسافر. وفعلا أنا سافرت يوم في 18 من نوفمبر 2016، أي قبل تاريخ انتهاء الفيزا، يعني كما تشاهدون فيزا إيميغرانت T6 هو رقم الإقامة الدائمة. إذن هذا بالنسبة لفيزا المهاجر الدائم. إذن هذه المدة كما قلنا تقدر بصلاحيتها بسنة، وبالإضافة إلى هذه الفيزا سوف يرسلون لكم رفقة الجواز تأكيد طلب الإقامة الدائمة Confirmation of Permanent Residency، الذي يكون بهذا الشكل كما تلاحظون Confirmation de Residence Permanente أو Confirmation of Permanent Residence. هذه تتحصلون عليها رفقة الجواز، وتتحصلون على نسختين من هذه الإثبات الإقامة الدائمة، الأولى بصورة شمسية تسلم في المطار الكندي عند الذهاب، والثانية بدون صورة وتحتفظون بها. جيد، إذن هذا بالنسبة للوثائق. إذن يجب الحفاظ على لا كونفيرماسيون دو لا ريزيدونس بيرمانونت او اثبات الاقامه الدائمه، لانكم تحتاجون يعني في كندا تحتاجونها لاجراء مختلف المعاملات كفتح حساب بنكي، طلب شهاده تامين او بطاقه تامين عن المرض او غير ذلك. هذا بالنسبه للذين يتواجدون خارج كندا، يعني من تحصلون على فيزا المقيم الدائم خارج كندا يجب ان يحضروا هذه الوثائق. اما بالنسبه لمن هم متواجدون في كندا فالاجراءات تختلف نسبيا، يعني يمكنكم الضغط على هذا الرابط، يعني يجب ان يخرجوا من الحدود الكنديه، غالبا الطلبه او المقيمون المؤقتون يخرجون للحدود الكنديه، يمكنكم الضغط على هذا الرابط لمعرفه المزيد من التفاصيل الخروج للحدود الكنديه الامريكيه. اذا ما يهم هنا في فيديو اليوم إن شاء الله هو إجراءات الوصول للمطار الكندي وكيفية تأكيد الإقامة الدائمة. يجب الحصول عند الحصول على الإقامة الدائمة يجب أن تؤكدوها، يعني يجب عمل confirmation لهذه البطاقة والسفر لكندا بعد الحصول على الفيزا. إذن بعد شراء التذكرة، ولا يهم إن كانت تذكرة ذهاب أو إياب أو تذكرة ذهاب فقط لأنكم مقيمون دائمون، وقبل الوصول لمطار مونتريال تسلم البطاقة الجمركية في الطائرة، يعني كانت سابقا تسلم البطاقة الجمركية، وأعتقد حاليا في الكثير من الرحلات الجوية حذفوا هذه البطاقة الجمركية أو لا كارت دو ديكلاراسيون، تقومون بتعبئتها. هذه البطاقة تكون بهذا الشكل، أنا قمت يعني بتعبئة بطاقة على سبيل المثال، اسم ولقب، اسم ولقب المسافر المرافق. إذن لقد وضعتها أيضا في الموضوع، يمكنكم تحميلها فيما بعد سأريكم كيف ذلك. إذن هذه يعني تقوم بتعبئتها في الطائرة، وهي معبأة لدي لتعبئتها مجددا. لكن الشيء الجديد هو اعتبارا من شتاء 2017 استحدثت يعني الحكومة الكندية في مطاراتها، خصوصا بمطار مونتريال، استحدثت مكاتب جديدة، مكاتب آلية او دي غيشي دوان كنديان اوتوماتيزي، يعني مكاتب
أوتوماتيكية تقومون بالتصريح فيها، تكون بهذا الشكل يعني، وكل شخص يذهب إلى هذا الجهاز ويقوم ب يعني اختيار الرحلة التي أتى بها، إدخال بياناتي الشخصية، بلد الرحلة، رقم الرحلة، عدد الأشخاص، الغرض من الرحلة، تختارون إيميغراسيون إيميغريشن، جنسية البلد الأصلي، وبعد ملء هذه البيانات المطلوبة على شاشة الجهاز تطبع لكم أوتوماتيكيا ورقة صغيرة بها بياناتكم، ويجب أن تحتفظوا بها لأنها تطلب منكم لاحقا وتسلم بعد لموظفي الجوازات والمطار. إذا بعد استيفاء كل هذه الأمور والدخول للمطار الكندي و يعني التصريح أونلاين عبر التصريح أونلاين عبر هذه الأجهزة وطباعة هذه الورقة الصغيرة، تتوجهون يعني وبعد المرور على شرطة الجوازات تتوجهون إلى قاعة كبيرة بها قسمين غير منفصلين، يعني قسم خاص بالمكتب الفيدرالي والآخر بمقاطعة الكيبك أو لو بيغو فيدرال ولو بيغو دي كيبك فيدرال أوفيس وكذلك كيبك أوفيس إيميجريشن أوفيس. هناك أيضا تأخذون تذكرة وتقومون بالانتظار إلى حين يأتي دوركم، وتتوجهون أولا لمكتب الهجرة الفيدرالي أنه هو من يقوم بتأكيد الإقامة الدائمة، وتعطونهم جواز سفركم وكذلك شهادة السي اس كي بالنسبة لمارين عبر الكيبك، وتأكيد الإقامة الدائمة confirmation of residence, permanent residency، بالإضافة إلى استمارتين وتركتهما في الموضوع، يمكنكم تحميلهما فيما بعد. استمارة الممتلكات والسلع الشخص والبضائع التي قمتم بإحضارها معكم عند السفر. إذا كما قلت سوف تجدون جميع الروابط هنا في الأسفل، بطاقة التصريح الجمركي، كذلك استمارة التصريح بالممتلكات والأمتعة، هذه يمكنكم يعني طباعتها وملئها يعني قبل الذهاب إلى كندا، كذلك وضعت لكم كتيبين سوف أو دليلين سوف تحتاجونهم، المهم لا يهم. الآن بعد الانتظار وتسليم هذه الوثائق للمكتب الفيدرالي، تقوم موظفة الجوازات بطرح بعض الأسئلة عليكم، وهي أسئلة روتينية ودائما تطرح. السؤال الأول هو هل أنت متزوج؟ Êtes-vous marié? Are you married? السؤال الثاني Combien avez-vous d'enfants? إن كنت متزوج كم لديك من الأولاد؟ How many children do you have? كذلك كم لديك من المال؟ Combien d'argent avez-vous? How much money do you have? كذلك هل سبق وأن تسببت في مشكلة مع الشرطة؟ Have you ever had a problem with the police? كذلك سؤال آخر، هل سبق رفض طلبك لأي فيزا؟ Have you déjà eu un refus de visa? Have you ever got a visa refusal? سؤال آخر يطرح دائما، Êtes-vous interdit de territoire dans un autre pays? Have you ever refused access to another country? هل منعت من دخول بلد آخر في الماضي في السنوات الأخيرة؟ كذلك سؤال آخر يطرح دوما، Êtes-vous coupable d'un crime؟ هل أنت مدان بجريمة؟ Have you ever committed a crime؟ هل سبق ترحيلك من بلدك من بلد آخر لبلدك؟ Avez-vous déjà été expulsé d'un autre pays vers votre pays d'origine par exemple؟ Have you ever been turned away from another country to your country of origin؟ إذن هذه هي الأسئلة، تقريبا 8 أسئلة تتكرر ويجب الإجابة عليها بصدق ونزاهة. إذا بعد ذلك سوف تقوم الموظفة بإدخال جميع البيانات في جهاز الكمبيوتر وفتح يعني ملف إلكتروني خاص بك لطلب الإقامة الدائمة، وهنا أطلب منك أيضا عنوان الشخص الذي يعني أو عنوان السكن في كندا حتى ترسل لك بطاقة الإقامة الدائمة إلى ذلك العنوان وترسل عبر البريد. أما يعني يمكنك أن تعطيهم العنوان ويقومون بإدخاله هناك في جهاز الكمبيوتر. أما بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم عنوان بعد أو لا يعرفون أي شخص في كندا، فتعطى لكم هذه الوثيقة والتي بها هذا العنوان عبر موقع الإنترنت www.cac.gc.ca، هذا الموقع الخاص بإدخال عنوانكم عند الوصول إلى كندا، يعني لما تقومون تنزلون في كندا وتقومون بكراء شقة أو غرفة أو غير ذلك، تقومون بإدخال العنوان الجديد أونلاين، إذن دون داعي أو دون حاجة للاتصال بوزارة الهجرة والجنسية واللجوء. إذن
هذه هي تقريبا الإجراءات. بعد ذلك سوف تخرجون من المطار ويعني عليه ويقومون بختم جواز سفركم بهذا الختم كما تلاحظون، بي اي ترودو، انا بيير إليترودو، مطار بيير إليترودو الدولي. إذا بعد الخروج تتوجهون عادي إلى مقر سكنكم، وبعد حوالي شهرين إلى 3 أشهر تتوصلون ببطاقة الإقامة الدائمة إلى عنوان بريدكم. إذا هذا الإجراء ضروري وضروري جدا. أي شخص يتحصل على بطاقة على فيزا مهاجر ومن أجل الحصول على بطاقة الإقامة الدائمة يجب أن يعود إلى يجب أن يسافر إلى كندا ويدخل عبر مطار أو مرفأ كندي لتأكيد الإقامة الدائمة. أيضا يقدم الوثائق التي قمنا بالحديث عنها سابقا، يعني وثيقة الإقامة الدائمة، إثبات الإقامة الدائمة، جواز السفر، فيزا المهاجر. وكما تلاحظون أنا عند دخولي قاموا بوضع علامة أو تشطيب الفيزا الخاصة بي، لأن هذه الفيزا لن تصبح سارية المفعول. لماذا؟ لأنني أصبحت مقيما دائما بكندا ومن المفروض أستخدم بطاقة الإقامة الدائمة. الآن بالنسبة للأشخاص الذين يعودون إلى كندا من كندا إلى بلدهم قبل الحصول، يعني لا ينتظرون 3 أشهر أو 4 أشهر للتوصل ببطاقة الإقامة الدائمة، هنا لديهم حلين. يعني الحل الأفضل هما أن يعني يأمرون شخص أو يطلبون من شخص مقيم بكندا، صديق أو فرد من العائلة أو غير ذلك، بأن يرسل لهم بطاقة الإقامة الدائمة مع شخص آخر ثقة يعني إلى بلدهم الأم. هذه من جهة. من جهة أخرى يعني بالنسبة للأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة التراب الكندي قبل الحصول على الإقامة الدائمة، هنا في هذه الحالة يجب أن يطلبوا أن تيتخ دو فواياج من باريس، من سفارة كندا بباريس، أن تيتخ دو فواياج يعني مثل الفيزا حتى يستطيعون الدخول به إلى كندا. لكن الإجراءات معقدة وفيها تكاليف، لذلك ينصح بالطريقة الأولى. أفضل طريقة هي انتظار البطاقة الإقامة الدائمة وبعد الحصول عليها يمكنكم العودة متى شئتم. ثاني أفضل طريقة هي إرسال هذه البطاقة مع شخص آخر يعني يكون ثقة، لأنها يعني بطاقة مهمة ومهمة جدا، وهي إثبات الإقامة الدائمة. إذن هذه هي الإجراءات تقريبا عند الوصول إلى مطار مونتريال، وأنا تحدثت في فيديو سابق عن هذا، لكن يعني أردت فقط أن أوضح لكم مجددا مختلف الإجراءات وبالتفصيل إن شاء الله. يمكنكم الاطلاع على جميع المعلومات هنا في الموقع، وأنا قمت بكتابتها وتحضيرها يعني، ويمكنكم أيضا تحميل كل ما تحتاجونه، يعني بطاقة تصريح الجمرك التي تسلم في الطائرة، كذلك بطاقة تصريح الجمرك مملوءة أنا قمت بملئها، دليل خاص بالحياة بالكيبك. هنا عند المرور يعني على مكتب الهجرة بالكيبك يعطونكم كتاب، يعني كتاب مفيد جدا به كل المعلومات الخاصة بالحياة، العمل، الدراسة في الكيبك وغير ذلك. نفس الشيء بالنسبة للحياة في كندا، كتاب اسمه ديكوفيغي لو كندا، والكتاب الأول اسمه أبروندر لو كيبك، يعني تجدون كل ما تحتاجونه من معلومات في هذين الدليلين، يمكنكم تحميلهما بالضغط على هذه الروابط التي تركتها لكم أسفل الموضوع. إذن هذا بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله. أعرف أنني ربما كنت يعني أعطيتكم الكثير والكثير من المعلومات، لهذا يعني كان الفيديو طويل، لذلك أعتذر مسبقا، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أحبائي إخواني لا تنسوا الاشتراك في القناة، كذلك يعني تفعيل زر الجرس للتوصل بأي جديد، كما أطلب منكم يعني فضلا وليس أمرا أن تشتركوا بالقناة بالموقع عفوا للتوصل بأي جديد، وسوف أسعد دائما بخدمتكم ونقل المعلومة بشكل سليم وصحيح إن شاء الله. نسأل التوفيق للجميع، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.